يدمر صانعه. في مشكلة كبيرة جدا في العالم اتكلمنا فيها قبل كده، الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اللي هو الإنسان الآلي أو الروبوت، اتكلمنا قبل كده إن ستيفن هوك، واتكلمنا قبل كده على بيل جيتس، إن هما الاتنين حذروا من إنه الذكاء الاصطناعي ممكن يدمر حياة الإنسان، وإنه ممكن يكون أذكى من الإنسان في المستقبل ويدمر اقتصاديات العالم. ببساطة دلوقتي حول العالم لما يكون فيه مصنع في معظم دول العالم من 10,000 عامل، في 66 عامل إنسان آلي والباقي إنسان طبيعي. من كل 10,000 في 66 إنسان آلي. لكن في اليابان من كل 10,000 عامل في 1,500 إنسان آلي و 8,500 إنسان بشري. ده معناه إن الإنسان البشري بيقل دوره. أدي بقول لحضرتكم الإحصائية، من 10,000 عامل في 1,500 إنسان آلي، 8,500 إنسان بشري. ده زمان كان واحد أو اتنين. ده معناه إن بعد 20-30 سنة ممكن تكون في مصانع بالكامل إنسان آلي. في تقديرات إن الصناعة في العالم كله هيكون 40% إنسان آلي و 60% إنسان بشري. ده معناه البطالة سوف تتفاقم، لأن وظائف كتيرة جدا 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 هيقوم بها الإنسان الآلي، وبعدين هو لا بياكل ولا بيشرب ولا بينام ولا عايز تأمين صحي ولا عامل مشاكل ولا يعمل مظاهرات ولا احتجاجات ولا قانون عمل ولا ما إلى ذلك. فرجال الأعمال ورجال الصناعة ورجال التكنولوجيا حول العالم مبهورين بهذا التقدم، لكن ده ممكن يعمل تدمير للاقتصاد نتيجة البطالة وبالتالي الأزمات الاجتماعية اللي ممكن تحصل إذا تم الاعتماد على الإنسان الآلي أكتر من كده. من الأشياء المثيرة جدا اللي عرضت في محطات أجنبية كثيرة جدا، الإنسان الآلي اللي هيوصل الطلبات للمنازل. فحضرتك تطلب حاجة، بدل ما كان زي زمان كده موقع، أو زي ما هو دلوقتي في العالم موقع أمازون بتطلب منه حاجات، شركة أمازون تبعت لك هذه الحاجات بتكلفة كبيرة لما تطلب حاجة من عندهم. دلوقتي في أمريكا وهينتقل إلى دول كتيرة جدا، إن وارد قوي إن الروبوت ده ينجح ويكون تجاري بحيث إن هو اللي يوصل بالطلبات للمنازل. فأنت عايز بقى شوية حاجات من محل، عايز حاجات من سوبر ماركت، عايز حاجات من مكان الشغل بتاعك. هو الإنسان الآلي ده عبارة عن يعني ميني توك توك، توك توك صغير كده إنما شكله شيك وأنيق، تحط فيه هذه الحاجات وبعدين بتبرمج هذا التوك توك او الميني توك توك او الانسان الالي الجديد، بيصل لوحده ولا سواق ولا حاجة. طب بيصل ازاي؟ هل بيمشي مع جوجل ايرث؟ لا، انما ليه سيستم لوحده واخد فيه طريق الارصفة، فيمشي على الرصيف، من رصيف لرصيف بيوصل عندك البيت. طب لما يوصل تعرف ازاي انه وصل الانسان الالي مع الحاجات اللي انت عايزها؟ ايا كانت الحاجات، هو عبارة عن صندوق كبير حط جواه الحاجات، تقفل الصندوق، اتحرك يا إنسان آلي، يتحرك وصل لستة شارع كذا، يوصل لستة شارع كذا. تعرف ازاي؟ بيجيلك مسج على الموبايل ان الإنسان الآلي وصل لك او الطلبات وصلت. انت بترد على الرسالة ديت، تلاقي فتح الإنسان الآلي بقى الجزء اللي هو الأعلى علشان تلاقي البضاعة موجودة جواه، تاخد هذه البضاعة، تقفل، يرجع الإنسان الآلي مرة أخرى للمكان اللي جاي منه. تكنولوجيا مذهلة طبعا. طرح سؤال، طب لو حد بقى سرقه كده على بعضه، يعني انسان آلي ماشي اللي هو حاجه صغيره جدا نص البوديوم ده، فجاء حد ماشي ما صدق لا انسان آلي ببضاعته، هو ماشي جاشيل الانسان آلي ده ماشي ببضاعه كلها. حاليا بيفكروا ازاي يضبطوا هذه الامور، ففي 6 كاميرات هتصور كل اللي حواليه عشان حد فكر ان هو يسرقه. الامر الثاني هو اصلا تكوينه رخيص فمش خسارة فادحة لو اتسرق، وهيعوضه صاحب البضاعة. إننا بنتكلم على شيء أيضا زي ما قلنا قبل كده خيالي، شيء خيالي من جديد، إنه في إنسان آلي هيكون في منتهى الذكاء، هينزل المكان، يصل إلى أي مكان موجود في المدينة أو خارج المدينة، بيحمل كل البضايع، بيوصل في وقته، وده هيوقف كل الدليفري وكل الناس اللي بيشتغلوا في البريد وشركات النقل والشحن.